وكان بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله موقوف على هذه الصلاة. فإذا أرادت عيناك أن ترى عبدا يحبه الله وأحب الله بصدق ورضي عن الله ورضي الله عنه بصدق رضي عن الله بصدق ورضي الله عنه وأرضاه بحق، فانظر إلى من أقام الصلاة كما أمر الله. لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح وجميع مصالح الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حتى عصمة عن الفواحش، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم، ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرف، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان. فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة، وكان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله. ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من 30 سنة في حمص يصلي بأهلها، لم يسهو في صلاة واحدة، فقالوا له: صليت بنا هذا العمر كله ولم تسهو في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فهي حق عظيم، والناس يوعظون ويذكرون وتطأطأ الرؤوس، ولكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. ولذلك تجد الشيطان قعد للإنسان بالرصد في هذا الحق العظيم، ما تجد تشويشا ولا أذية ولا إلهاء ولا وسوسة مثل إذا حضرت الصلاة، لأنه يجند نفسه بكل ما يستطيع، لأنه يعلم أنه إذا استقام أمر هذه العبادة أن العبد يستقيم له أمر الدنيا والآخرة.